تحية طيبة مشاهدين نشرة الظهر من الوطنية الأولى وإليكم العناوين انطلاق اختبار البكالوريا رياضة أول الامتحانات التطبيقية للدورة الرئيسية للسنة الحالية وسط خلاف متواصل بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية الشروع بداية من اليوم في استخراج السجل التجاري للمؤسسات عن بعد عبر منظومة إلكترونية تؤمن استخلاص معالم التسجيل والتحين وزراء خارجيه الاتحاد الاوروبي يدعون طهران وموسكو الى الضغط على دمشق وترامب يؤكد سحب القوات الامريكيه من سوريا قريبا اهلا بكم من. الحدث اليوم في تونس تربوي حيث يشرع نحو 120 ألف تلميذ بداية من اليوم في اجتياز اختبارات التربية البدنية والتي تتوصل إلى غاية الثامن والعشرين من الشهر الجاري كاميرا الأخبار واكبت أجواء انطلاق البكسبور وهو أول الامتحانات التطبيقية للدورة الرئيسية للسنة الحالية في الروبرتاج التالي حركات إحمائية خفيفة وتحذيرات ينطلق بعدها الممتحن في التمرين هكذا كانت الصورة في أول أيام اختبار التربية البدنية لبكالوريا 18 عشرة 2000 والذي يجتازه 119 ألفا و 143 تلميذا وتلميذا عدنا فيتاس من الأول ومن بعد عملنا البواء اختصاص فما شكون يعمل سوف فما شكون يعمل بواء من بعد عملنا جيمناستيك وسيد توا سي يعني تعدينا جو باهي لي يعني جوغي معناها تبارك الله عليهم محلاهم وكا صافا الحمد لله تعدى باهي جوغيات محلاهم على الاخر يعاونوا فينا ووقفوا معنا ويضحكوا محلاهم على الاخر تعدى هذه حاجه باهيه معناها تحسننا على البسيشيك نتاعنا محلاه جو على الاخر وصفا حسيت روحي صفا الإطار التربوي من جهته أكد على السير العادي لاختبارات التربية البدنية لبكالوريا 18 و2000 والتي تتواصل حتى الثامن والعشرين من أبريل الجاري بكافة جهات الجمهورية عنا على مستوى المراكز 246 مركز وجندو 2460 إطار من وزارة شؤون الشباب والرياضة عدد المؤسسات كيف كيف 882 مؤسسة تربوية عمومية أو خاصة وأحنا حرسين على إنجاح يعني يعني الاختبار هذايا لانه نعرف اليوم اهميه التربيه البدنيه حتى نفسيا يعني بالنسبه للتلميذ اللي اللي باش يعدي الباك نتاعو. الطاقم نتاع الاساتذه لهنا المشرفين على الامتحان معناتها قبل ما يبدا الامتحان كانوا كلموهم ووقفوا معاهم أو في التربيه البدنيه ديما فما شويه راحه نفسيه والتلاميذ ديما قراب برشا من التربيه البدنيه دونك اوتوماتيكمون كيف يجيو باش يعديو باش يلقاو روحهم مرتاحين اول اختبار ينحي لهم الخوف من الباك بصفه عامه بكالوريا الرياضه اختبار يمثل فرصه لرفع معنويات التلاميذ خاصه وان اسابيع قليله تفصلهم عن اجتياز احد اهم الامتحانات في مشوارهم الدراسي وتُجرى اختبارات مادة الرياضة لمناظرة البكالوريا هذه السنة في ظل أزمة متواصلة منذ شهور بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية، أزمة وصلت إلى مرحلة من التصعيد تهدد بتعليق الدروس، ووسط تخوف الأولياء حول مصير السنة الدراسية، يتواصل الجدل حول قرار تعليق الدروس المزمع تنفيذه من قبل الأساتذة بداية من الغد، حيث أكدت جامعة التعليم الثانوي باتحاد الشغل ساعات قبل تنفيذ التحرك الجديد اكدت غياب مقترحات جديده من قبل الحكومه او دعوه لتفاوض غير مشروط كما تطالب نقابه التعليم الثانوي وبالتالي فان قرار تعليق الدروس بدايه من صباح يوم غد الثلاثاء ما يزال ساري المفعول في المجال الصحي وفي اطار دعم الاستراتيجيه الوطنيه متعدده القطاعات للوقايه من الامراض غير الساريه وللحد منها نظمت وزاره الصحه جلسه عمل بحضور ممثلين عن وزارات التربيه والتجاره والشؤون الاجتماعيه وبحضور ممثلين عن منظمه الصحه العالميه وذلك بهدف بلوره التوجهات التي تم الاتفاق عليها في هذا الشان. 30% من الوفيات المبكرة ناتجة عن الأمراض غير السارية أو الأمراض المزمنة التي تكلف الدولة 63% من النفقات في المجال الصحي أرقام مفزعة دفعت بوزارة الصحة إلى إطلاق استراتيجية وطنية متعددة القطاعات للوقاية من هذه الأمراض أمراض ضغط الدم تفوق 30% أمراض السكري تفوق معناها 20% من التونسيين اليوم السمنة قلة الحركة تدخين التغذية الغير سليمة هي متسببة في هذا وهذا يتطلب أن يكون فما تثقيف يتطلب انه يكون فما تغيير لنمط العيش، يتطلب انه يكون فما معناها سياسات عموميه وتتضمن هذه الاستراتيجيه التي تشارك فيها وزاره الشؤون الاجتماعيه والتربيه والدفاع الوطني والتجاره اجراءات تهدف الى نشر وترويج سلوكيات جديده للحد من خطوره الامراض غير الساريه اولا مكافحه التدخين، ترويج تغذيه سليمه، نقص من الملح نقص من السكر ونقص من الدهنيات النشاط البدني احنا نحبوا المواطن التونسي يكون ممكن له باش يعمل النشاط البدني اللي ماهوش سبور نحكيو عليه ولكن حتى باش يمشي على يعمل مشي كل يوم انه تاشير غذائي باش يولي اجباري لكل منتوجات يعني يعني حتى للمستهلك باش يسهل حتى قراءه التاشير وباش يعرف اذا كان باش يعمل مقارنه من بين زوز منتجات فيه انه اللي فيه اكثر سكر نالوا اللي فيه اكثر ملح دور كبير تقوم به وزاره التربيه من خلال مليونين تلميذ يمكن تحسيسهم وإشعارهم بأهمية هذه وخطورة هذه الأمراض أيضا من خلال جملة من الأنشطة التي تنجم تقوم بها وزارة التربية للحد من السمنة لمقاومة التدخين لمقاومة تناول الكحول والمخدرات وينتظر الانتهاء من العمل على هذه الاستراتيجية موفى شهر جويلي المقبل على أقصى تقدير ليتواصل العمل بها إلى حدود سنة 25 و 2000 أصبحت خدمة استخراج مضمون السجل التجاري ابتداء من صباح اليوم متاحة للعموم عن بعد أي دون الحاجة للتنقل إلى مقر البلديات أو المحاكم وقد تم إبراز مزايا هذه المنظومة التي ستوفر الكثير من الوقت لمستعمليها خلال ندوة صحفية خصصت للإعلان عن الشروع في العمل بهذه المنظومة انطلقت صباح اليوم عملية استخراج مضمون السجل التجاري عن بعد واستخلاص المعالم التجارية وفي الندوة الصحفية التي انتظمت اليوم والتي خصصت للإعلان عن الشروع في العمل باستخراج السجل التجاري تم إبراز مزايا هذه المنظومة التي ستوفر الكثير من الوقت لمستعمليها وستمكن من إضفاء الشفافية على المعاملات التجارية من شأنه باش يشجع أصحاب المؤسسات والمستثمرين الوطنيين والمستثمرين الأج... الأجانب ل التعامل مع السجل التجاري التونسي ومعرفه معرفه الوضع الحقيقي للمؤسسات الاقتصاديه والتجاريه ووفقا للسلطات العدليه فقد تم ايضا ابراز نجاعه العمليه الالكترونيه للسجل التجاري وسلامتها بسيطة الختم الإلكتروني أو المفتاح الإلكتروني المرئي ويتمكن إذا كل مراقب وكل متعامل مع هذه المنظومة من مراقبة صحة المعلومات الموجودة بمضمون السجل التجاري وبطبيعة الحال باش يقع وضع حد لكل عمليات التدليس رقمنة معاملات السجل التجاري ستوفر الوقت وتضفي الشفافية على المعاملات التجارية التي تمت بالتنسيق مع وزاره تكنولوجيه الاتصال والاقتصاد الرقمي نحو توفير خدمه سليمه وفعاله للدفع نحو تطوير مناخ الاعمال محكمة التعقيب بين الموجود والمنشود هو عنوان ملتقى علمي نظمته محكمة التعقيب تحت إشراف وزارة العدل وبالتعاون مع برنامج دعم إصلاح القضاء الممول من قبل الاتحاد الأوروبي. ملتقى حضره عدد من القضاة والمحامين والجامعيين وخبراء بهدف النظر في كيفية تطوير المنظومة القضائية. صعوبات وعقبات تعتري أداء محكمة التعقيب التي تعد أعلى هرم في السلطة القضائية منها تضخم عدد القضايا ونقص في عدد المستشارين وعدم وجود منظومة إعلامية ذلك ما تم تأكيده خلال ملتقى علمي عنوانه محكمة التعقيب بين الموجود والمنشود محكمة التعقيب اليوم النصوص اللي تنظمها نصوص تجاوزت خمسين سنة أقلها يعني تعملت في الستينات وقت اللي في الستينات عدد القضايا كان عدد قليل جدا وكانت النصوص يعني ممكن تفعيل النصوص بطريقة يعني لا تمس من الأصل وهو إيصال العدالة للأصحاب اليوم محكمة التعقيب أصبح فيض عارم في عديد من القضايا نحن عندنا 39 دائرة عندنا كل دائرة مدنية توا آه، تنظر في آه، عشرة قضايا كل أسبوع وكل دائرة جزائية تنظر في 12 قضية كل أسبوع 22 دائرة جزائية و17 دائرة مدنية وانت احسب تعرف محكمة التعقيب تفصل في قديش كل شهر ملتقى حضره عدد من قضاة محكمة التعقيب ومحامين وجامعين وخبراء في المجال تم خلاله التأكيد على ضرورة تحديث هذه المؤسسة القضائية العليا منها تطوير المنظومة القانونية خاصة مع تركيز المنظومة الدستورية الجديدة توسية إن شاء الله باش على هذا الملتقى بعد التوصية هذه باش نتقدم بمشروع تنقيح لمجال المرافعات هي فما لجنة حاليا قاعدة تنظر في تنقيح مجال المرافعات المدنية والتجارية ولجنه اخرى تنظر في مجله تنقيح مجله الاجراءات الجزائيه، لكن احنا ماذا من حتى تصدر المجله كامله، ماذا على وجه السرعه نخرج قانون قصير وسريع اللي باش يحقق نتائج سريعه ومعناها نتائج ايجابيه لمحكمه التعقيب. الملتقى يتواصل على مدى يومين ومن المنتظر ان يفضي الى صياغه مقترحات سيتم رفعها الى الجهات المختصه لاخذها بعين الاعتبار في التعديلات التشريعيه المزمع ادخالها بشان محكمه التعقيب عربيا ودوليا يعقد وزراء خارجيه الاتحاد الاوروبي محادثات في لوكسمبورغ اليوم سيسعون خلالها الى توحيد مواقفهم رغم الانقسامات بشان الضربات على سوريا وكيفيه التعاطي مع الازمه الدبلوماسيه المتناميه مع موسكو ياتي ذلك في وقت ردت واشنطن على تصريحات الرئيس الفرنسي مؤكده عزم دونالد ترامب سحب قواته من سوريا في اقرب وقت ممكن في ظل المواقف المتباينه والانقسامات بشان الضربه العسكريه الغربيه فجر السبت الماضي على مواقع في سوريا دعا الاتحاد الاوروبي اليوم خلال اجتماع وزراء خارجيه الدول الاعضاء بالاتحاد دعا روسيا وإيران لاستخدام نفوذهما على الحكومة السورية لمنعها من أي استخدام أخر للأسلحة الكيميائية. وقد صرحت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني بأن الاتحاد الأوروبي مستعد للتفكير في تمويل إعادة إعمار سوريا لكن شرط أن تكون عملية السلام بالنسبة لهذه البلاد في جنيف دائمة وقد استبق وزير الخارجية البريطانية اليوم الاجتماع قائلا إن الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا لن تغير مسار الحرب ولكنها كانت طريقة لإظهار أن العالم نفذ صبره على الهجمات الكيميائية. وتابع قائلا للصحفيين عند وصول حضور الاجتماع من المهم جدا التشديد على أنها ليست محاولة لتغيير دفة الحرب في سوريا أو لتغيير النظام وفي السياق ذاته وردا على تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بان باريس اقنعت الرئيس الامريكي دونالد ترامب بابقاء القوات الامريكيه طويلا في سوريا، اكد البيت الابيض ان المهمه الامريكيه في سوريا لم تتغير وان الرئيس ترامب عازم على عوده القوات الامريكيه من سوريا في اقرب وقت ممكن، فقد اكدت المتحدثه باسم البيت الابيض عزم واشنطن على سحق تنظيم داعش الارهابي بالكامل وخلق الظروف التي تم تمنع عودته، وأشارت إلى أن بلادها تتوقع أن يتحمل حلفاؤها وشركاؤها الإقليميون مسؤولية أكبر عسكرياً ومالياً من أجل تأمين المنطقة. وقد ارجع نائب وزير الخارجيه الروسي تاخر وصول مفتشي منظمه حظر الاسلحه الكيميائيه الى دوما الى الضربه الجويه الغربيه الاخيره نافيا مزاعم بريطانيه بعدم سماح كل من روسيا وسوريا بدخول مفتشي الاسلحه الكيميائيه الى دوما السوريه وفق ما نقلته وكاله رويترز للانباء سوريا كانت ايضا حاضرة بالغياب في القمة العربية التي اختتمت اشغالها امس في السعودية قمة القدس كما اسماها العاهل السعودي جعلت ملف النفوذ الايراني في المنظمة على راس الملفات المطروحة إيران هي الخطر الأكبر على المنطقة ولفلسطين 200 مليون دولار، ثلاثة أرباع المبلغ للأوقاف الإسلامية في القدس، والربع الأخير لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كتعويض ربما عن تجميد نصف التمويل الأمريكي المخصص للمنظمة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أما سوريا فكانت حاضرة بالغياب في مداخلة قادة عدة دول عربية كل حسب موقف بلاده الرسمي ومسؤول منظمات إقليمية ودولية كل حسب مصالحه مداخلات لم يوحد موقفها عدوان ثلاثي استهدف سوريا قبل نحو 24 ساعة من بدء قمة الظهران بل على العكس من ذلك انقسمت مواقف العواصم العربية بين الترحيب والتنديد والتحفظ وفيما كان مقعد سوريا شاغرا للعام السابع على التوالي منذ تجميد عضويتها من قبل جامعة الدول العربية عام 2011 شغل المندوب القطري لدى الجامعة مقعد قطر فجدول أعمال قمة الظهران أسقط الأزمة الخليجية من بنوده فهي كما أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لحل لها إلا داخل مجلس التعاون الخليجي فيما ظلت ملفات ساخنة عالقة بينها حرب اليمن والوضع في ليبيا والخلافات العربية البينية خاصة بين الإمارات والصومال ومصر والسودان والمغرب والجزائر. الرياضه وضعت قرعه كاس امم افريقيا لكره القدم المصغره التي تستضيفها ليبيا من الخامس الى الثاني عشر من مايو القادم وضعت المنتخب التونسي في المجموعه الثانيه الى جانب كل من السنغال ونيجيريا وكينيا وجنوب افريقيا. وحل مستضيف المسابقه المنتخب الليبي في المجموعه الاولى رفقه كل من الكوديفوار والصومال وغانا وستسجل كاس الامم الافريقيه لكره القدم المصغره مشاركه تسعه منتخبات على ان يمثل الاربعه الاوائل القاره السمراء في مونديال 19 و2000. ختام النشره وهذا تذكير بالعناوين. انطلاق اختبار البكالوريا رياضة أول الامتحانات التطبيقية للدورة الرئيسية للسنة الحالية وسط خلاف متواصل بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية الشروع بداية من اليوم في استخراج السجل التجاري للمؤسسات عن بعد عبر منظومة إلكترونية تؤمن استخلاص معالم التسجيل والتحين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يدعون طهران وموسكو إلى الضغط على دمشق وترامب يواجه دعوة ماكرون بتأكيد سحب القوات الأمريكية من سوريا قريبا وبإمكانكم مشاهدين متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء